اهلا يا دكتور، نحب نتعرف بحضرتك. دكتور عاطف بسيوني، رئيس اقسام البطنه والسكر والغدد الصماء والعيون المركزه بالمعهد القومي لامراض السكر والغدد الصماء. اهلا يا دكتور، تشرفنا بحضرتك. دكتور، كنا حابين نعرف من خبرتك اكتر عن مرض السكر، انواعه وامتى بيظهر. مرض السكر، او لو اصح نقول امراض السكر، هم اربع انواع بيربط منهم اسم مرض السكر. النوع الاول من السكر، وهو عاده ما يصيب صغار السن، بيكون مرض مناعي نتيجه لظهور اجسام مضاده داخل جسم المريض وانواع من الحساسيه معينه تقضي على خلايا بيتا اللي موجوده في البنكرياس، واللي هي مسؤوله عن افراز هرمون الانسولين. المريض اللي بيجي له مرض السكر من النوع الاولاني بيحتاج ان ياخد انسولين مدى الحياه بتاعته. النوع الثاني من السكر، وهو مرض السكر من النوع الثاني، ويتميز بوجود مقاومه لافراز الانسولين داخل الجسم، مع وجود بعض النقص في افراز الانسولين مصاحب لزياده مقاومه الانسولين. وده عاده بيظهر في كبار السن، ولو ان دلوقتي مع وجود زياده في عدد الناس عندهم سمنه ابتدى يظهر مرض السكر من النوع الثاني في صغار السن. المرض التالي، وهو مرض السكر الثانوي، وهو مرض السكر المعروف السبب، زي المرضى يكون عندهم امراض زي هيباتيتس سي، مرض السكر، مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، او بعض الناس اللي بياخدوا بعض الادويه، او بعض الناس اللي عندهم عيوب وراثيه في مستقبلات الانسولين او افراز الانسولين او مقاومه الانسولين، فده ممكن يظهر عندهم مرض السكر. بيميز النوع الثالث من السكر ان هو ممكن لو عالجنا السبب اللي اظهر السكر فممكن العيان يشفى او يتحسن عنده السكر بصوره كبيره. النوع الرابع، وهو مرض السكر المصاحب للحمل، وهو عادة ما يصيب الستات اللي بيكون عندهم قابلية للسكر قبل كده، ويظهر في الجزء الثاني من الحمل. تمام يا دكتور، تحب تضيف لنا حاجة تانية يا دكتور؟ بنقول ان هو اهم علاج للسكر لحد النهارده هو الالتزام بالنظام الغذائي والتريض، اللي هو الناس عادة ما بتهمله. يعني معظم الناس بتفتكر ان احنا اهم حاجه عندنا ناخد الدواء، اخد الاقراص او اخد الانسولين، انما هتلاقي في معظم الاطرات العالميه يكونوا اول خطوه في علاج السكر هو الالتزام بالنظام الغذائي، نظام التريض، وبعد كده نشوف هناخد ادويه ايه، سواء كانت انسولين او اقراص. تمام يا دكتور، شكرا جدا على وقت حضرتك. شكرا.